جمعة هادئة ليوم حظر تجوال روتيني خلال أيام الأسبوع، إلا أنه يوم الجمعة اللاحق لإقرار الموازنة، وقت إقرار غير متوقع ومفاجأة للشارع العراقي الذي ترقب تأجيلات وآمادة أطول لاتفاق الفرقاء السياسيين داخل قبة البرلمان العراقي. بصراحة لا، ما متوقعين كنا، لأنه صارت مماطلة أكثر من مرة، يعني ما متوقعين بهالسرعة هذه، كنا متوقعين بعد أكثر يماطلون بها. أعتقد أنه الضغط اللي صار عليهم من الشارع والشعب وتأثيره على الوضع الاقتصادي اللي بشارع اضطرهم إلى أنه يوافقون على هذه الموازنة. وفي الوقت الذي أثيرت فيه تساؤلات حول البيانات الختامية لموازنة الأعوام الماضية، جاءت الأمل لدى الشارع العراقي بالعمل على إعادة الثقة بين الجهات التشريعية والسلطات الرسمية، فضلاً عن العلاقات مع إقليم كردستان. إحنا نهيئ المطانع، المعامل، الزراعة أدعمها، أخلي هالمهندسين يمشون بعملهم بالقطاع العام، وخلي الدولة تأخذ مسارها بالبنى التحتية. إحنا مأخرين كلها وصراعات الكتل. حسابات الختامية على مدى 17 عاما لا نشاهد حسابات ختامية، هناك تبويب أموال وملفات فساد كثيرة. أصحاب القروض توقعوا أن يتم الإسهام في الإسراع بقبول معاملاتهم المدعى لدى الحكومة، فيما أتاحت فرصة اللقاءات الجانبية متسعا لآراء متشائمة مألوفة لدى الشارع العراقي. عدة أشهر لدى الجانب الرسمي لحين انطلاق حدث الانتخابات المقبلة في البلاد، يأتي أمر إقرار الموازنة بما يعطي أولوية لإطلاق عدد من الموارد التنموية والبشرية لتلبية عدد من الحاجات الجماهيرية المتزايدة أصلاً، بحسب مراقبين. صبرين كاظم، العراقية الإخبارية، بغداد.